يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال، هل السفر لافتتاح مسجد جديد يعد مخالفا لهذا الحديث؟ هذا ليس القصد منه الصلاة، القصد منه افتتاح المسجد واستلامه وتفقده، تفقد عمارته وهل هي ملائمة أو ناقصة، هذا هو القصد، تفقد المسجد وعمارته، هذا الغالب اللي يروحون من أجل هذا، ما هو لأجل الصلاة فيه. نعم.